عليها العبارات اللي فيها ان الاسباب التي لم تكن محمد عبد المنعم اللي داخل ينافس محمد عبد المنعم. شوف امام ده هنا، شوف محمد عبد المنعم داخل ينافس وتره الترجيح بعد ما نجح في مباراه كوت ديفوار وايضا في مباراه المنتخب اللي كان امام الكاميرون محمد عبد المنعم. عنده هدف كان في مرمى السودان في هذا البطوله. محمد عبد المنعم ركله ثانيه للمنتخب المصري في محاوله امامنا هنا ان شاء الله تبقى تيجي سجل كوكاري وديالو وسجل فيزو محمد عبد المنعم ومندي. الركله الثانيه وهي امامنا عبد المنعم. معلش ان شاء الله خير باذن الله. كرة في الطائر امامنا، كرة محمد عبد المنعم ترتقب في الطائر اليمين. نتيجة بعد تنفيذ الركلة الثانية ان واحد لصالح المنتخب السريلانكي. ادي امامنا كرة محمد خلاص ده مندي قعد، ده مندي قعد، لكن الكرة امامنا هو محمد عبد المنعم يمكنها بقوة ويمكنها بشكل مميز، لكن بقى التنفيذ وعدم التنفيذ والنقطة يعني امام روح جميل مصرية ما تقلقيش. انا بقول لها ما تقلقيش. ما تقلقيش ان شاء الله يا باسكي في الملعب. يا باسكي في الملعب. يمين طلبها الدفاع كوليبالي وجاي عسكري لمنتخب السريلانكي. وسجل فيزو وقطع محمد عبد المنعم ركله الترجيح الثانيه 2-1 للسريلانكي. امام دولا واتا يدخل امام دولا صعب. كوره صعبه امام دولا كوره صعبه. ثلاثة من أصل أربعة. الكرة الصعبة على المنتخب المصري.
الواد ده الصعب والصغير تعالوا يا جماعه سامي عزيز وعمران حمدي وعمران محمد عمال يعملوا اداء في هذا التشكيل. ولكن هنا يبدو اتصعبت المهمه. لا ما اتصعبتش. الواد قد تعني الكثير لدى المنتخب السوري. الواد قد تعني الكثير لدى المنتخب السوري. الله معنا. ومني كسبته لكل مهمة. لكن لم يخسر احترامه، لم يخسر تقديمه، لم يخسر كفاحه، ولم يخسر جهوده، لان القادم ان شاء الله سيكون افضل. وابتسم قليلا لان المنتخب المصري لا يملك الا ان يضع نفسه في موقف الاستعداد لما هو قادم ان شاء الله لمباراتين السنغال في التصفيات. المنتخب المصري قدم اداء بطولي في هذه البطوله